حاضرة معنا نجمتنا سارة فرح. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، أهلا فيك، شكرا. نورتي بيوت ملايين جزائريين اللي يتابعوا برنامج رمضان في الدار وكل محبيك هنا بالجزائر. تسلم لي يا رب، منورة بوجودهم، وأهل الجزائر محبتهم بقلبي كثير كبيرة، بتشكرك كثير، بتشكركم على الاستقبال، ثانك يو. عندك جمهور كبير هنا في الجزائر متابعينك منذ إطلالتك، أول إطلالة لك عبر برنامج ستار أكاديمي، حصولك على المرتبة الثالثة إلى غاية آخر عمل لك وآخر إصدار لك. مزبوط مزبوط. الحقيقة هذا الشيء لمسته وقت اللي زرت الجزائر لأول مرة بال 2014 من خلال مهرجان قسنطينة، تفاجأت بالحب والكرم واللطافة يلي شفتها من شعب الجزائر. حبايب قلبي احتضنتوني بكل حب، ثانك يو. نقول لك رمضان كريم وكلك نشاط ما شاء الله عليك، بين غناء اغاني، تسجيل البومات، اغاني شارات مسلسلات، تمثيل وغيره، ما شاء الله عليك. ميرسي، رمضان كريم عليكم، يا رب صحة صيامكم. شكرا. قولي لنا كيفاش تجوزي في رمضان مع الحجر الصحي المنزلي، وراكي مطبقه حجر صحي ولا شوي شوي؟ صراحه يعني طبعا اكيد اجباري، هذا مسؤولية على كل شخص فينا انه يلتزم بالحجر الصحي لحتى نتجاوز هالمحنة بسلام على الاقل. بالمجمل ايه، يعني مقضية معظم الحجر الصحي بالبيت مع والدتي. كيف هو الحجر الصحي بالجزائر، يعني بسوريا، حجر جزئي ولا حجر كلي؟ هلا رح اقول لك شيء، انا حاليا متواجده بفرنسا، لكن بسوريا الحجر متبع خلال نظام ايام وساعات معينه، وفي اماكن مسكره مثل كل بلد عربي، كل بلد اوروبي في اماكن مسكره، الاسواق مسكره، في اوقات معينه للتنزه بالخارج لحتى تجيبي اغراضك، ففي اجباري، في انظمه وفي قواعد كل العالم عم تمشي عليها، وهذا صح. لكنك بفرنسا يعني خلاص تنفستوا، قاموا برفع الحجز صح؟ امبارح تقريبا، امبارح او اول امبارح بلشت المحلات تفتح، وكان في حظر تجول، فيك تقول تقريبا للساعة 9 كان ممنوع أي شخص يكون موجود بالطريق، فامبارح الأمور تسهلت أكثر، المحلات التجارية فتحت، مش كلها بس معظمها، ورجع الموضوع شوي أسلس، لكن لسه علينا إنه نلبس الكمامات، نلبس إجباري. قفازات، نلتزم بموضوع الصحة والسلامة الشخصية بالمبدأ لحتى الآخرين قولي كمان لنا ياخذوا. سارة، وش هو أول شيء قمت به أول ما تم رفع الحجز بفرنسا؟ الحقيقة اجتمعت بأهلي أها رحنا وتعشينا مع بعض وقعدنا مع بعض، لأنه قلنا زمان ما التقينا براحتنا، بتعرفوا ممنوع التجمعات كمان بهيك وضع، فالتقينا كلياتنا على طاولة واحدة العيلة كلها. ايه ولا خلال هذه الفترة صار في كثير من الفنانين صاروا ينشطوا، حتى كاين فنانين اللي كان عندهم إصدارات وهما بالداخل البيت. بالنسبة لك توقفتي على الفن ولا بقيتي مكملة في الفن نتاعك؟ لا لا بالعكس، بتعرف شغله، انا بلاقي الفن بهي الظروف مهم كثير واساسي، لانه الحقيقه واجب الفن انه يخفف عنك ازمتك، يحكي عنك وجعك، يرسم لك بسمه، فانا مع انه الفنانين اللي عم بيجربوا يجتهدوا من خلال بيتهم انه ينشروا الفن بهالاوساط هي، بهي الاوضاع هي، من خلال السوشيال ميديا، من خلال اللايفات اللي عم تنعمل مع التيفيات. ف لا أنا مستمرة للحقيقة، وعم بشتغل على كذا شيء، مقللة لأنه بحب ظهوري يكون قليل، يكون له أثر أكثر ما يكون متواجد بكثرة، فإيه لا تمام. ولا انت من اللي يتابعوا القنوات الفضائيه خلال شهر رمضان الفضيل، ولا تتبعي كل شيء عبر اليوتيوب اللي صار، ربما صار مسيطر على ذهنيه كل المشاهدين حاليا؟ هلا حسب للحقيقه، هلا يعني في اشياء معينه بتابعها عن طريق اليوتيوب، وفي اشياء عن طريق التلفزيون حسب، بس اذا كانت الاوقات متناسبه مع بعضها بشكل عام. وفي عمل من الاعمال الرمضانيه اللي جلب انتباهك
راكي تبعي خلال شهر رمضان الفضيل؟ الحقيقة تابعت شوي من مسلسل الساحر للممثل السوري عابد فهد حبيب قلبي، اشتغلت معه سنة الماضي مسلسل عندما تشيخ الذئاب، كان سحت لي هاي الفرصة والشرف اني انا اكون لي دور معه، وعم تابع مسلسل نحات لباسل خياط. وبالنسبة لك يعني ما عندكش مرور خلال شهر رمضان الفضيل كان تعود عليك الجمهور أنه تكون فيه إطلالات خلال أعمال كثيرة يعني مسلسلات ودراما وغيره، وإذا ما كانش إطلالة من خلال التمثيل نسمع صوتك يرافق شارات مسلسلات صح؟ ايه مزبوط، السنتين الماضيات اشتغلت شارات مسلسلات واشتغلت بالتمثيل، كانت تجاربي الأولى يعني فيك تقول. هي السنة لا، كان التركيز أكثر المفروض أنه على موضوع الغناء، يعني خطي كمطربة أكثر من موضوع أني أنا أتجه للتمثيل أو شارات المسلسلات، لكن وكان محضر أكثر من عمل أنه ينزل للفترة الجاية، لكن الظروف العامة قررنا أنه نحن نحترم مشاعر الآخرين شوي ونأجل لحتى يكون الإصدار بمكانه الصحيح وبوقته الصحيح للحقيقة. فهي السنة برمضان ما كان عندي أي مشاركات بالتمثيل، ما أخذت أي أعمال من اللي عرضت علي، في منها ما حسيتها قريبة مني، وفي منها حسيت أنه ما في داعي، أنه من الأفضل أني أنا ألتزم هاي السنة بالغناء يعني أكثر من موضوع التمثيل. كنت قلتي في البداية أنك زرتي الجزائر وزرتي ولاية قسنطينة، كيف أنت كفنانة سورية كيف وجدتي الجزائر وكيف وجدتي شعبها؟ الحقيقة استقبلوني بحفاوة وبحب وبكرم، يعني حقيقي أنه من بعد ما زرت الجزائر صار إلى مكانة خاصة كتير بقلبي، لأنه حبتهم عن جد طيبة وصادقة من القلب للقلب وصلت، كانت تجربة رائعة جدا. مهرجان قسنطينة جمعني بناس كتير وعرفني على ناس كتير من الجزائر. أجبتك ولاية قسنطينة؟ جدا، وبتمنى ارجع ازورها مرة ثانية. وذقتي اكلتها قسنطينة؟ دقت كم شغلة مش كثير، لا الحقيقة ما لحق، دقت كم شغلة بس يعني بس نو ما لا ما كثير. وفي حاليا نحن كنا اجينا كم يوم، نحن اجينا كرمال المهرجان تقريبا شي 3 ايام 4 ايام قعدنا بقسنطينة، فكان معظمهم هن يا لقاءات تلفزيون يا اما بروفات. اخذوك شفتي الجسور المعلقه ولا لا؟ لا اخذوك شفتي الجسور شوي وما ذوقوكش يعني ما ذوقوكش ولا شيء ولا اكل قسنطيني؟ لا اكلت قلتي الجوزيه؟ في دجاج ورز وهيك بس ما بعرف شو كان اسمه. ولا الجوزيه كليتي الجوزيه الحلوه هذيك؟ اكلت الجوزيه. الجوزيه طيب قولي لنا خبرينا مائدة إفطاركم حاليا فيها أكل سوري أكيد، وش هو أغلب الأكلات اللي تكون حاضرة خلال الإفطار؟ هلا بالمعظم المائدة السورية بيبقى فيها الشوربة والسلطة، هذا الشيء الأساسي الأبيتايزر فيك تقوله، وبعدين بتجي الوجبات الرئيسية اللي هي أكثر شيء بتعتمد على الرز، نحن بنحب الرز كثير، ففيك تقول في شيء اسمه شعكرية، ملوخية، مقلوبة، فاصولية حمراء، مقلوبة، في كثير قصص، المقلوبة صح؟ المقلوبة. لا احنا الجزائريين يعني صار عندنا اطلاع على المطبخ السوري، تحية كبيرة لكل الجالية السورية المقيمة هنا بالجزائر، وأغلبية المطاعم السورية خلتنا نتعرف على المطبخ السوري، ويريد أنه حتى أشقائنا العرب يكونوا على دراية بالمطبخ الجزائري وش فيه ثراء وش فيه أيضا غنى. قولي إذا خبرينا أكيد مشاهدين كثار حابين يتعرفوا على جديدك أعمالك إذا كان فيه مشاريع. هو في جديد ايه للحقيقه، في اكثر من عمل عم نحضرهم، وفي كمان تصوير لاكثر من عمل، فان شاء الله الفتره الجايه تسمعوا شيء كثير حلو وجديد. طيب قولي لنا انت اول شخص قلتي لي حبيتي انك طلعتي على جاله هو اهلك، شفتيهم خلال رفع الحجز المنزلي الصحي،
من اصدقائك الفنانين اللي ما زلتي على تواصل معهم حتى وانت داخل البيت تعيشي حجر صحي، ما غابوش عن بالك وما غابوش عنك اخبارهم، شكون اقرب الفنانين من اصدقائك؟ بتعرف عندي اصدقاء كثير، ان كان من الصعيد الفني ولا الصعيد الانساني، عندي اصدقاء كثير وبتجمعني رابطه كثير منيحه فيهم، وواجب الاشخاص بمحبه طبعا تجاه بعض بهاي الفتره انه يكونوا بيحكوا مع بعض، طمنوا عن بعض، بيخففوا همومهم عن بعض. فضل اني ما اذكر اسماء لحتى ما انسى حدا، لانه كلهم حبايب قلبي، بس يعني اكيد عندي تواصل مع كثير اشخاص من الوسط ومن خارج الوسط، يعني كلنا لازم بظن انه نتعامل مع بعض بهالمحبه لانه بتخفف وطئه الامور السيئه اللي عم بتصير. طيب خلينا نرجع ل 2011 والطبعه الثامنه لستار اكاديمي، اذا كان فيه فنانين مازالك على تواصل معهم، ولو كان جات فرصه انك تعاودي تجربه ستار اكاديمي تقبليها فرصه ولا لا؟ انه شو ارجع عيد ال ايه تجربه يكون فيه لوفت ويكون فيه مجموعه فنانين يعيشوا بنفس المكان، يتقاسموا نفس انشغالات يومهم وغيره. بتعرف بختار نفسها للتجربه، بختار نفسها، انا يعني من الناس اللي اقبل بقدر الله شو بيقسم علي اذا كان ايجابي او سلبي. ما بغير شيء ولا بقترح اني غير شيء لانه هذا مو بايدي، بقى بقبل التجربه مثل ما هي، لكن ممكن انه انا انصح حالي شويه نصائح كان ممكن اني انا اطرحها على نفسي وتكون التجربة أفضل، إيجابية أكثر، سلسة أكثر، بس ما بغير شيء ولا بزيد شيء، وعادي إذا بتنعاد تجربة بعيدة. قولي لي سارة، ولو يكون عندك خيار أنك تختاري أشخاص يكونوا معك بنفس المكان في اللوفت اللي تعيشوا فيه، شكون تختاري من الفنانين؟ من طلاب السيرات قصدك ولا فنانين بشكل عام؟ فنانين ولا أشخاص قراب ليك؟ انك تقبلي تعيشي معهم تجربة، تقضي معهم تمضي معهم ايام في نفس المكان بنفس اليوميات. سؤال صعب للحقيقة. خليني افكر. هلا بتعرف شغلة، يعني في كذا حدا من طلاب سار اكاديمي نفسهم بتمنى انه يكونوا موجودين، ليان، أميمة، فينا نقول والله كثير اشخاص، محمد رحمه، صوت جميل كان، بتمنى يكون معي رحمه رياض مثلا، نصيف، من الاسماء اللي بحبها، في كثير اشخاص. هلا ممكن نختار